بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائها. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة الفضائية وعبر الأثير الإذاعي إذاعة طيبة 103 FM. أيها الإخوة والأخوات، نسعد كثيرا بالمشاركة والاتصال والتواصل على الأرقام التي تظهر أمامكم أسفل الشاشة. الإخوة الذين يتابعون سماعا عبر الأثير الإذاعي، نذكرهم بالأرقام 0183 43 46 88 أو 183 43 89 99 أو 183 40 77 77. نسعد كثيرا باستقبال أول المتصلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأهلا وسهلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عليكم السلام، مرحبا. عليكم السلام، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. معك جلال الدين نصر من الشيرة. يا مرحبا جلال الدين نصر، مرحبا بك. عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل. السؤال الأول، في واحد قال كان عنده مبلغ 25%. أيوة. ففي واحد قال داير يشتري إقامة في السعودية، فقال له اديني 25,000 جنيه دي، أنا بديك مقابلة 10,000 ريال. يسلموا في الحال يعني ولا بعدين يعني؟ لا لا، بعدين، بعد فترة. كلام ده كان قبل سنتين، فلما جه الآن قال له داير الريال، فقال له الريال الآن زاد، قال له أنا حديك له على القيمة القديمة، أو السنة الريال ينزل. أيوة. هو داير يعرف المعالج من الأصل أصلا، فيها إشكال عليه ولا؟ طيب، يديك العافية. السؤال الثاني. ايوه. زول اخر المتر الى قرب الاذان الاول الثاني، دخل المسجد قبل الاذان الاول، هل ممكن يصلي تحيه المسجد المتر بينيه واحده او ايش؟ لا معلش، دخل المسجد بعد الاذان الثاني ولا قبل الاذان الثاني؟ لا، قبل الاذان الثاني. ايوه. وهو ما صلى الشفع. ايوه. هل ممكن يصلي الشفع والتحية المسجد الدنيا واحدة؟ هو عاوز يصلي 3 ركعات ولا ركعة واحدة؟ هو داري يصلي 3 ركعات. ايوه. السؤال الثالث، يعني في نفس السياق، انه هو اثناء بيصلي في الوتر الاذان الثاني اذن، فقبل يركع الاذان الثاني اذن. ايوه. غير عارف فينا كيف يتصرف كيف. جزاك الله. طيب، شكرا، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الله يسلمك. أهلا وسهلا. مرحبا بك، الله يسلمك كثير. تفضلي يا أختي، مرحبا بك. بزعل عن معنى كلالة، يعرف كلالة، كلالة معناه شنو؟ أيوة. وبزعل عن عندنا أخذنا بعد تكبيرة الإحرام، لما تقول الله أكبر بترفع يدها فوق كذا، في فوق لراسة. هي تعمل كده ليه يعني؟ زيادة، طيب ترفع ايدها يعني تقول الله اكبر، يعني فوق، يعني حد رفع من الماء فوق يعني. شكرا يا اختي. وإقامة الصلاة بالنسبة للمرأة يعني إقامة تكبر وتدخل في الصلاة طوالي ولا قائمة الصلاة؟ ايوه. طيب شكرا، يديك العافية. يا شيخ محمد حياك الله. السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الحمد لله. والله يا مرحبا، أهلا وسهلا يا أخي شيخ محمد، تفضل. أنا عندي سؤال واحد. أيوة. في شخص
بشرب خمره وبصف سعود، ترك الخمره ولسه بصف سعود، هات توبه مقبوله ولا ما مقبوله؟ ترك الخمر توبه توبه الى الله يعني؟ كان بشرب الخمر وبصف سعود. ايوه والخمر ترك توبه الى الله تعالى. ايوه ترك الخمر لكن لسه بصف سعود. ربنا يتوب علينا وعليه يا رب العالمين. طيب شكرا يا اخي. الله يبارك فيك يا شيخ محمد، حياك الله. حبابه الشيخ الدكتور محمد الامين، اهلا وسهلا مرحبا بك والله، اهلا وسهلا تفضل. لي السؤال الاول. ايوه مع الطلاق ان شاء الله. ايوه طيب الطلاق، انا المره الاولى طلقت المراه وقمت رجعتها قبل ما اوديها البيت. طيب المرحلة الثانية برضو اختلفنا، برضو طلقتها، أنا كنت نايم وعملت لي إزعاج وخرج وطلقتها. بعد هنا قمت رسلت لأهلها. نعم؟ رسلت لأهلها. ما سامعك كويس. رسلت لأهلها وقلت لك. رسلت لأهلها. أيوه. رسلت لأهلها. طيب. بعد ذاك هو الناس خشوا، كانت عن الطلقة الثانية هي كانت حامل. انا قلت لك انا حامل طبعا. طيب اهو بعد ذاك قبل الولاده رجعنا ورجعونا وقعدنا. ثاني برضه حسي عملنا شنو ده، برضه اختلفنا وقمت رجعتها. ايوه لكن ما حصل طلاق للمره الثالثه، ما حصل طلاق بعد ما رجعتها برضه قال دار جيبه، قلت لهم ما تجيبوها لي. ايوه لكن ما طلقتها. بعد ذاك رسلت لاخوي قلت له يا حسن بدي لها جابه، هي طالق. يعني طلقتها ولا ما طلقتها يا شيخ محمد؟ هاي ما قلت له، قلت له لاخوي ذاك قلت له يا اخي بدي لها جابوها، انا طلقتها قلت له. اذا جابوها طلقتها، يعني هي طالق اذا جات. لا انا قلت له ضربت، قلت له مصدق طلقها بس. ايوه بعد الرجعه الثانيه. هاي بعد الرجعة الثانية. طيب كده بقت ثلاثة طلقات. والله ما أتأكد من الشغلة دي. الله المستعان الله يا أخي. هي حكي ما سامع بس لأخوي قلت له كذا. إن الكلام ما قلت له. أيوة الله المستعان، ما شرط يصل الكلام. ربنا يكون في العون، يديك العافية، شكرا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، مرحبا، عليكم السلام. عليكم السلام، مرحبا، تفضل يا اختي. انا مثلا واحدة تكون عندها مشكلة مع زوجها وبعد ما يموت تقول ما بتنحبك له. بعد ما يموت شنو؟ تقول ما بتنحبك لانه طلقها وما قالها طلقها. لا هي مطلقة ولا في عصمته؟ مشكلة بسيطة. مشكلة بسيطة، ما حصل طلاق. ما حصل طلاق، تقول ما بتنحبس لأن الطرف طلقها وما عندها قيمه. هي يعني قالت هو طلقها؟ هاي قالت انت عملت كلمه بتنحبس لأنه طلقها. يا معليش يا اختي، ما هو بقى فيه ادعاء طلاق صح؟ يعني هي قالت الزول ده مطلقني قالت. هاي هو ما طلقها مشكله. لا قال لك منو ما طلقها؟ ما هي قالت طلقها. ما هو الزوج مات الله يرحمه، يعني حناخذ بكلام منه بكلام هي بس. لا لا دي ولا ترث ولا تعتد، يعني ما مرقت من الميراث اذا كانت قالت الطلاق خلاص مدة انتهت وعدة راحت وبرضو ما حتعتد. شكرا شكرا يا اختي، يا مرحبا والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. اهلا وسهلا، مرحبا بك يا اخي، مرحبا، اهلا وسهلا. ان شاء الله تمام. مرحبا والله، تفضل. تفضل. انا بسال عن، عندنا شخص في المسجد. عندهم شنو؟ شخص في المسجد بيصلي انفراد، ما بيصلي مع المجموعه.
معلش شنو في المسجد يا اخي؟ شخص ما بصلي معنا في شخص في زول معنا. زول معاكم في المسجد يصلي براو؟ ايوه ما بصلي معنا. ايوه وسببه شنو؟ وسببه شنو؟ والله هو ما قال حاضر شنو. هو زول بكامل وعيه كده الراجل ده ولا؟ واعي واعي في قمة الوعي. وعنده مشكلة مع الإمام ولا مشكلة معاكم كلكم؟ والله مشكلة شخصيا كده أنا ما أعرف لي مشكلة. وبس بيجي يقعد في الجامع لما أنتوا تقيموا الصلاة يقوم يصلي برا ويمشي أهله؟ بيكون حضور. هو مثلا الاذان اذن بيجي يصلي وبيمشي، واليوم الجمعه ما حيصلي معانا، يصلي في قريه ثانيه. والله ده قصته غريبه. وما حصل فيكم واحد ساله قال لي الحاصل شنو؟ والله ما حصل زول ساله. لا لا ما تسالوه انتوا. ها انا ذاتي من ضمن المصلين. يلا مره جيت يوم جيت اصلي الصبح. يلا جيت اصلي الصبح، يلا قلت خلاص الصلاه فاتت، كانوا قاموا الصلاه جنبي، انا قلت غير اصلي معاهم، كان بعد شويه المؤذن قام الصلاه. حتى متذكر عرفت انه هو بيصلي برام. ايوه الله المستعان. والله الله يهدينا ويهديه يا رب العالمين. الله المستعان. يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ معك فاطمه من الرويس. مرحبا يا اختي فاطمه، تفضلي. عندي سؤال. انا عندي ولد زوجته طلبت منه الطلاق، اشتكت في المحكمه من شهر 7 الفات طلقها. ده يعني بتسال عن واحده ثانيه ولا ده زوجك انت؟ لا لا ده ولدي انا. ولدك؟ ايوه. زوجته اشتكت في المحكمه قالت طلقها وطلقها. طيب بعد ذاك القاضي قال له بعد تاجل للاطفال ديل، قال له خلاص كويس. قعدت تمت الثلاثة شهور ولقى البيت حق الايجار، عشان هو ذاته ساكنين اصلا بيت ايجار. لقى بيت الايجار عشان يطرحل، قال في مطرحل. طيب وحتى الان من شهر 7 حتى الان هي قاعده، وهو قاعد والعيال قاعدين وما عارفين ذاته بحصل ثاني شنو. وهو قال ثاني ما حيرجع لانه ما في اي سبب خلاه انها هي تشتكي في المحكمه وتقول تطلب الطلاق، وهو طلبت منه الطلاق وهو طلقها. طيب الان هم الاثنين قاعدين في بيت واحد يعني؟ في الوقت الحالي قاعدين كل زول قاعد له في محل. وهم طلقه طلقه واحده ولا طلقتين ولا ثلاثه ولا؟ اثنين. دي الطلقه الثانيه. والطلقه تمت بالمحكمه، يعني القاضي هو طلقها مش كده ولا هو طلقها؟ هي طلبت طلبت الطلاق في المحكمه. والقاضي حكم بالطلاق وحكم بالنفقه على الاولاد. ويأجر لهم. هذا من أجر لهم قالت ما بترحل. يلا بعد ما الشغل ده كله بقى شغل محاكم يا اختي الكريمه، يعني بعد ده هي دخلت القضاء تاني، ما في حاجه بتمرقهم من القضاء تاني، شغلهم ده كله شغل محاكم. يعني القاضي هو اللي حدد الايجار وهو اللي بيحدد النفقه وهو بيلزمه بالايجار وبشوف الايجار مناسب ولا ما مناسب. ده كله حدده له، ده كله وافق به وقبله واي شيء. ها قالت هي ما بترحل حتى لحد. انا كان مره اتصلت على اخوها وتكلمت معاه، قلت له اتكلم مع اخوتكم دي، حتى هو قال لو رحلت مشيت بيت ابوها ذاته، هو بيعتبر نفسه اولاده دي المؤجرين بدفع لهم حق ايجار. يعني قال لي والله احنا ما بنقدر نجبرها بانها هي تقوم تجي ولا جاي الحته ذاته. والله حيرتنا احنا. انا الحاجه هاي كنت بعرف المره كان طلعوها لما ويانا. الله المستعان. والله يا ربنا يصلح الحال يا رب العالمين. والله ربنا يصلح الحال، لكن واقف قصه عجيبه. اي أيوة والله الله المستعان. شكرا شكرا يا اختي. الله يحفظك يعافيك. مرحبا بك. يا مرحبا اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد الامين اسماعيل. يا مرحبا اهلا وسهلا ومرحبا. ربنا يجعل البرنامج في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يعافيك ويسلمك. يا مرحبا بك، تفضل. اتجاني حسن محمد من الشقلة بافكر ريف الحاج عبد الله. اتجاني حسن محمد الشقلة بابكر ريف الحاج عبد الله. فضيلة الشيخ ان شاء الله. سؤالين ان شاء الله. تفضل. مرحبا بك والله. يقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. واتوا حقه يوم حصاده. نعم الايه دي واضحه بالنسبه لزكاة الزروع. نعم صحيح صحيح. يلا يا فضيلة الشيخ، احنا طبعا بنزرع واي حاجة بنطلع زكاة، لكن ما بنطلع والله فوتيتا. ليه السبب؟ السبب واحد بيكون عنده كم حواشة كده ولا بيكون مشغول ولا بتاع كده، ويقوم بيطلعها بعد ما يحصل حواشات زي كلهم.
بعد الحصاد. اسمعني يا شيخ التجاني، يعني انتوا شغلكم ده كله ورا بعض؟ يعني مثلا بديت كله بيكون ورا بعض، بيطلع يعني اسمعني مثلا بديتوا الحصاد الليله، مثلا نقول الليله الجمعه بديتوا الحصاد، حتواصلوا السبت الاحد الاثنين الثلاثه تقوموا تنتهوا ولا كيف؟ لا بتواصل، حصدت الحواشي انتهيت منها طوالي، بتبدا الحواشي الثانيه كده طوالي ورا بعض باستمرار ورا بعض. اي ده ما خلاص يا هو ذاته يوم حصادي ان شاء الله. بعد ما تنتهي حتى تقوم تطلع الزكاه، ده بعد مثلا الحواشي الاولى دي انا حصدت عليها شهرين عشان طلعت الزكاه. لا وانت شهرين كاملين قاعد تحصد؟ شهرين كاملين؟ شهرين شغال في الحصاد بس. ما شاء الله معناه زراعتك كثيره، ربنا يبارك. يلا يا فضيله الشيخ انا اتاكد من الحته اللي انا العاليه دي يا حبيبي، بتبين لي لانه في نفس اليوم انت حصلت تطلع الزكاه، يلا احنا في نفس اليوم ما قاعدين نطلعها. طيب واضح واضح. السؤال الثاني. ايوه. بالنسبه للشيء اللي انا زكيته مثلا، جبت محصول مثلا ذره، جبت لي 100 شوارش حواشتين. ايوه. ال 100 شوارش اللي طلعت زكاتها كلها زكيتها وجيت حطيتها في المخزن يا فضيله الشيخ. طيب. يلا انا ما تاجر، لكن انا بقوم بحطه في المخزن عشان السعر يكون يرفع، يعدي معي قريب سنه كده حتى نوديه السوق. ايوه. بعد اوديه السوق ابيعه، هل ثاني عليه زكاه ولا بكتفي عليه؟ ايوه يلا يا التجاني، انت بتوديه السوق بعد سنه ولا اقل من سنه؟ والله على حسب السوق. يعني طب. مرات يعدي سنه، مرات اقل من سنه. يلا على حسب السوق. طيب يلا بعدين انت السعر رفع انا بوديه سوق طوالي، ما رفع بكون مخزن لحد ما السعر يرفع. ايوه طيب اديك العافيه. انا طبعا ما مشتري، وانا طبعا زارعه زارعه انت ذاتك ووديته السوق. اي واضح. يلا بخش التجارة. ايوه واضح واضح واضح. اديك العافيه التجاني، شكرا ما قصرت. يا مرحبا والله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه. اهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا. اللي تغازل سلام. اتفضل شيخ محي الدين. الله يسلمك. الله يبارك فيك. سؤال مثلا، اخذت بضاعة مثل سكر وبدلته لدقيق. ايوه يعني عندك انت تاجر يا محي الدين؟ لا تمويل. انت شنو؟ تمويل. ايوه طيب. يعني مشيت انت لناس البنك عشان يمولوا لك حاجة سلعة سكر. كاتبه دقيق. انت كتبت لهم دقيق؟ وجيت استلمت السكر. استلمت من منو؟ من المندوب بتاع البنك ولا من التاجر ولا منو؟ من التاجر. اها. فاتوره. طيب. وناس البنك ما رسلوا معاك زول؟ رسلوا زول. طيب والزول ده ما حضر الاستلام والتسلم ده؟ حاضر. وها طيب بعدين؟ لا التاجر بقى ما في، استلمت سكر مثلا. طيب وقام المندوب ده سجل انك استلمت سكر؟ المندوب سجل كده لناس البنك؟ سجل. ايوه طيب ما في مشكله ان شاء الله. اما السؤال الثاني. ايوه. مثلا المغرب جريت سر. نعم. الركعتين جريت سر. ايوه. الركعتين الاوائل قريت السر. في صلاة المغرب. في الركعة الثانية جيت نفسي قاعد اقرا في السر. ايوه. طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ايها الاخوة والاخوات، نحن ان شاء الله تعالى ناخذ الفاصل ونرجع بعده باذن الله، ابقوا معنا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا محمد عليه افضل صلاة واتم السلام. مرحبا مجددا الاخوة والاخوات، نستعين بالله تبارك وتعالى في الاجابة على الاسئلة، ونبدا بالاخ الكريم الاخ جلال الدين نصر من الشقيلاب يسال. قال رجل استدان مبلغ بالجنيه السوداني على اساس انه يسلمه الريال السعودي قبل سنتين، وتغيرت القيمة ما بين الريال والجنة، سواء القيمة تغيرت أو ما تغيرت القيمة لا يجوز هذا الوضع أبدا، وإنما استدان بالجنيه السوداني يرجع بالجنيه السوداني كما هو، استدان بالريال السعودي يرجع بالريال السعودي. فلذلك إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
يرجع القروش بالسوداني كما هي ويتعوض الله تعالى. ذاك يتعوض الله عز وجل. ودي معاملة كانوا مخطئين وما عارفينها وخلاص، ان هذا عرفوا الحاصل، ما عندهم طريقة تاني يشيل لا زيادة ولا بالريال ولا غيره. يسأل عن شخص قال دخل المسجد قبل الأذان الثاني الفجر وهو ما صلى الوتر، فهل يصلي ركعتي الشفع وبعد ذاك يصلي الوتر تسقط عنه تحية المسجد أو بينية واحدة؟ لا، مش هي بينية واحدة يا أخي الكريم، هي تحية المسجد أصلا صلاة ليست مقصودة لذاتها وإنما لشغل المحل، لشغل المحل. يعني المهم أنه الإنسان ما يجلس، ولذلك تسقطها الفريضة وتسقطها النافلة الراتبة وتسقط أي صلاة. دخل المسجد صلى أي صلاة ولو ركعة واحدة الوتر، يعني إنسان دخل المسجد عشان يصلي الوتر فقط، هذا الوتر يسقط عنه تحية المسجد. يعني ما بنقول إنه يدخل بينية الاثنين، لا، يسقط عنه تحية المسجد. فتحية المسجد المقصود منها إنه الإنسان لما يدخل المسجد ما يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، قال الإنسان بيصلي في الوتر في آخر الليل وأثناء ما هو بيصلي قبل أن يركع أذن الأذان الثاني، يعني انتهى، يقصد انتهى وقت الوتر، لا، يواصل الوتر طالما أصلا هو شرع فيه وأصله ركعة واحدة، وبعد ذاك بعد ما ينتهي الأذان وكذا يصلي ركعتي الفجر. لكن هو دائما يا إخوان تأخير الوتر طيب ومطلوب، إنه الإنسان يأخر صلاته بالليل يجعله آخر الليل وارد، لكن إذا كان إنسان في مشكلة إنه ربما ينام ربما يصحى بعد الأذان الثاني كده، فهنا الأولى يوتر قبل أن ينام، وبعد ذاك إذا وجد نشاطا يصلي مثنى مثنى والله تعالى أعلم. أختنا مها بتسأل من الكلالة، تفسير الكلالة. هي الكلالة أصلا قيل مأخوذة من الكل وهو الانقطاع، وقيل مأخوذة من الإكليل لأن الإحاطة. والكلالة هو لا عنده أصل وارث ولا فرع وارث، يعني إنسان مات لا عنده والدين، والدينه توفوا قباله يعني، وما عنده أولاد تحته. طيب اللي بيرثوه الناس اللي حوله، بيرثوه أخوانه، يرثوه أخواته، يرثوه أخوانه وأخواته بعد ذلك على حسب الوضع، إن كانوا أخوان لأبوه لأنه ما في أخو هنا بيحجبهم شقيق، أو كانوا لأمه من أمه بدون أبوه، ولا كانوا أشقاء. المهم هذا هو الكلالة والله تعالى أعلم. قالت واحدة أخوتها بترفع يديها فوق رأسها عند تكبيرة الإحرام، لا ما كده، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يديه عليه الصلاة والسلام حذو منكبيه عليه الصلاة والسلام، لما يكبر لتكبيرة الإحرام صلوات الله وسلامه عليه يجعل يديه حذو منكبيه. قال الأصبع الكبير الإبهام ده بيكون زي ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، يكون مع شحمة الأذن، شحمة يسموها شحمة ويسموها حلمة الأذن ويسموها حلقة، الحتة تحت في الأذن الأصبع الكبير بيكون محاذيها، والأصابع بتكون حذو الأذنين أو قريبة منها. ده هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ودي السنة، وهذه المحاذاة عند أكثر الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة. في منهم من استحب التلامس، أو بعضهم تشدد في المذهب واشترط أن يلمس الإبهام الأذن، وده تجده عند الحنفية رحمهم الله تعالى. ويجزي بعد ذاك يا إخواننا حتى لو إنسان جعل يديه تحت مع ما يعني أصابع الفوق بقت مع كتفيه برضو مجزئة، لكن نحن نقول خلاف السنة لكن مجزئة، وإذا قربهم أو بعدهم كلها مجزئة إن شاء الله تعالى. لكن ما يتعمد الإنسان أن يخالف السنة، وزي ما قالت ترفع يدينا لحد فوق لراسة الله تعالى المستعان، يعني ما صحيح كده. وإن كان الصلاة مجزئة صحيحة. الإقامة بالنسبة للمرأة، الإقامة سنة مؤكدة للرجل وللمرأة، وتتأكد أكثر في حق الرجل عند بعض الفقهاء، فلذلك تقيم المرأة. والإقامة زي ما عارفين كلنا يا إخواننا مرتبطة بصلاة الفريضة، يعني ما في أي صلاة نافلة عندها إقامة مهما كثر جمعها، يعني لا صلاة العيدين، لا صلاة التراويح، لا التهجد، لا الاستسقاء، لا كسوف، لا خسوف، لا
لا جنازة، ما في صلاة إلا صلاة الفريضة فقط هي مرتبطة بالإقامة. أخونا محمد يسأل عن شخص كان يشرب الخمر ويسف التنباك وتاب من شرب الخمر وما زال يسف التنباك، هل تقبل توبته؟ إن شاء الله تعالى. وهو الحمد لله رب العالمين. طبعا يا إخواننا مهما كان يعني الإنصاف، الصعود حرام، محرم التنباك، لكن مهما كان لا يمكن أبدا أن يكون الذي يسف التنباك كالذي يشرب الخمر. نحن نكون منصفين، التنباك حرام 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 حرام، لكن أصلا ما ممكن نقول البشرب التنباك البسف التنباك زي البشرب الخمر، ما ممكن. ولا يمكن نقول البشرب السجائر زي البشرب المخدرات، ما ممكن. حرام ده حرام وذاك حرام، لكن كبير البون شاسع. وهو نسأل الله يتوب عليه، والحمد لله انه ترك الخمر، يعني دي الأهم. وإن شاء الله تعالى زي ما ترك الخمر لله يترك التنباك. هي دي المسألة الحقيقة ناقشها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. هل إذا الإنسان تاب من ذنب، عنده مجموعة من الذنوب وما تاب منها كلها، وإنما تاب من نوع واحد أو من نوعين من أنواع هذه الذنوب، هل تقبل توبته؟ تقبل إن شاء الله تعالى، وتمهيدا لإكمال التوبة عن كل المعاصي والآثام. أخونا محمد من الخرطوم يمكن سمعنا كلام اللي هو قال يعني ظهر أنه طلق زوجته ورجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم بعد ذلك طلقها، فدي ثلاثة طلقات بائنة بينونة كبرى، والله تعالى أعلم. وإذا عنده تفصيل ممكن يراجع المحاكم إن شاء الله تعالى والإخوة في مجمع الفقه الإسلامي. أختنا فاطمة بتسأل عن واحدة قالت هي عندها مشكلة مع زوجها، والزوج توفي رحمه الله تعالى، وهي أبت تعتد ليه أبت الناس، قالت والله الراجل ده طلقني. خلاص القول قوله، يعني ماذا نفعل ماذا نفعل؟ القول قولها، طلقها متين، طلقها قبل شهرين، قبل المهم ما تمت الثلاثة قروء، ما تمت عدة الطلاق، طوالي تتحول تلقائيا إلى عدة الوفاة، طالما هي طلقة رجعية تتحول تلقائيا إلى عدة الوفاة وتعتد. وبعد ذاك الفئة النصيب ربنا بيدي عليها، إذا كان عنده ميراث تركه، إذا كان عنده أولاد عنده تمن، ولا إذا ما عنده عنده الربع، وهي ذاتها ممكن إذا كان في زوجات تانية تشاركوها يا في التمن يا في الربع. أما إذا قالت الرجل ده طلقني قبل 5 6 7 شهور، خلاص القول قوله هي، القول قوله هي، وهي برة عن عصمته، أصلا مات أصلا، فلا بتعتد ولا بترث، والله أعلم. أخونا رمز لنفسي بالحرف ألف قال لي يعني عندهم زول في القصة غريبة جدا، بيجي المسجد ويصلي برا وما يصلي مع الجماعة. طيب لماذا يعني؟ سبحان الله، شوف الشيطان يلعب بالناس كيف. يا أخي هو عنده رأي في الإمام، عنده رأي في الجماعة، ما يجي المسجد، يمشي يشوف له مسجد تاني، وحرام كده ذاته. لكن بس أقلها يعني، أقلها أخف الضررين. يعني ما معناه أنه يجي المسجد ويصلي برا ويخلي الجماعة يصلي ويمشي. يا أخي أعوذ بالله من غضب الله. يا أخي هو إذا صلى في البيت، يا أخي يعني إذا كان إنسان صلى في البيت وما خدتي أصلا في برنامجه يجي المسجد، وجاء المسجد لقى الناس بيصلوا يصلي معهم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في مسجد الخيف، نسأل الله يكتب لنا حج بيتي الحرام، في مسجد الخيف في منى، مسجد الخيف يا أخواننا ده قريب من الجمرات، مسجد كبير جدا، وربنا ييسر لنا يودينا الحج كلنا ان شاء الله. الواحد اذا مشى هناك يحاول يصلي فيه ولو صلاه واحده، لانه صح الحديث، صح الالباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مسجد الخيف، وبعضهم يضبطها الخيف، هو الخيف او الخيف اللي هو اسفل الجبل، صلوا في مسجد الخيف فانه صلى فيه 70 نبيا. شوف الكلام ده كيف. فالشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس في المسجد، في مسجد الخيف، و أو صلى بالناس يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجلان عرفوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف وكده، وجوا يلقوا لهم درس يحضروا، يلقوا لهم شيء، ولقوا الناس بيصلوا فجلسا هناك في المؤخرة. فدعاهما رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى وسلم، صلى الله عليه وسلم ناداهم فأقبلا، يعني خافوا هما الاثنين، جل النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام، تأمل 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 الكلام عشان تشوف المسألة ما سهلة، قال عليه الصلاة والسلام ألستما مسلمان؟ أنتما مسلمين؟ أنتوا ما مسلمين؟
لما لم تصلوا معنا أو تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، نحن الله نازلين بغاد في مينا هناك، صلينا قبلنا هناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحله أو رحاله أو في بيته ثم أتى المسجد ووجد الناس يصلون فليصلي معهم، انتهى الكلام. وليجعلها نافلة، يجعل دي نافلة، يجعل ديك نافلة، يفوضها زي ما قالوا المالكية. المهم فإذا كان ديل الناس صلوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده، فكيف إن واحد جاي بس يخلي الناس يصلوا يصلي برا؟ يعني والله فتنة كبيرة يا أخي. فزي ده الناس يقعدوا معه، يا أخي اسمع، دار تصلي مع الناس أهلا وسهلا، ما دار تصلي ما تجي وقت الصلاة وتصلي براك، ده شيطان سايقه شيطان. دار تجي تعال قبل الصلاة صلي وتخارج يا أخي، ولا تعال بعد الصلاة، لكن تجي تحدث هذه البلبلة وهذه الفتنة وما بتغيظ إلا نفسك. وإذا في مسجد تاني يمشي يصلي فيه يا أخي. قصة غريبة جدا. أختنا فاطمة من الأبيض يعني بتسأل، قالت إنه حصل طلاق من الولد والولد طلق زوجته والطلاق في المحكمة وهي طلقة تانية، يعني لسه في أمل يا أختي فاطمة. معليش يعني أنا شايف شوية هي المرة دي زعلتك كده، وتصرفها تصرف ما كريم يعني وما حميد، لكن إن شاء الله الصلح خير. ربنا في الزواج قال الصلح خير، فربنا يصلح الحال إن شاء الله تعالى. ولكن زي ما قلت لك، هي الحكاية بدت بقاضي ومحاكم، هتستمر قاضي ومحاكم إلا ربنا يهديهم كده ويحلوها سلميا بعد ذاك. وزي ما قلت لك انت كده سعين وربنا يصلحهم، حتى لو هي غلطت معليش، ما الناس بيغلطوا بيتصالحوا. فوجرك كبير ان شاء الله يمكن يكون فيه خير، وخاصة بيناتهم الذرية يعني والولد، الناس عينوا ليديل ان شاء الله. اخونا التجاني حسن محمد من الشقلة بابكر الريف الحاج عبد الله. طيب هو سؤاله الاول قال في قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، الحصاد يعني هم بيبدوا الحصاد ولكن ما بيطلعوا الزكاة لحد ما ينتهي الحصاد. طيب يا أخي التيجاني، هل حصادكم ده مستمر؟ قال مستمر. ده اللي كده يوميا الحصاد مستمر؟ آي مستمر. طيب إذا ده ما هو ده ذاته يوم حصاده، لكن هو قال ليه الحصاد بيستمر مرات شهرين؟ أنا ما أعرف أصلاً بتحصد شنو، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيد ويبارك. شهرين شهرين يعني الحصاد مستمر ليل نهار، شهرين مستمر حصاد، والله تبارك الله، الله المستعان. فهو على كل حال إذا كان المدة بتطول كده زي ما أنت قلت يا أخي الكريم، عجل بالزكاة مهما كان، ولو تأخر الحياضة الباقية إذا كان الشغلانية بتاع شهرين. لكن كونه مثلا بدينا الحصاد الليلة وبكرة وبعد بكرة وثلاثة أربعة يوم الحمد لله حصدنا حواشاتنا كلها، بعد ذاك ده يهود يوم حصاده ذاته إن شاء الله، ده ذاته يوم حصاده. اما اذا كان في جاب بين الحصاد والحصاد نحن نطلع كده، لكن شغلانيه مستمره ده كله يوم حصاده، وما اظن ابدا تتم تاخذ لها شهرين بعمل مستمر، الله تعالى اعلم. ايوه يلا، عنده سؤال بتاع الزكاه برضه، يعني هو مثلا قول زي 100 شوال من الذره والحمد لله قال اتى حقه يوم حصاده، جميل جدا. طيب الذره هو ده مزارع، في فرق بين المزارع والتاجر. طيب هو الله آتى حقه الحمد لله رب العالمين، والنصاب ذاته زي ما عارفين يا أخواننا بيختلف، التاجر ما عنده ربع العشر زي ما عارفين، والمزارع يا عنده العشر إذا كان بتسقيه السماء ولا عنده نص العشر. طيب جميل، لحدينا ماشيين كويس. طيب المزارع ده طلع الزكاة تحت الذرة وبعد ده خلاص الحمد لله رب العالمين أدى ما عليه، أدى عنده زكاة زروع وثمار، طيب أدى ما عليه والحمد لله. يلا بعد ده هو حيعرضه للسوق أو حسب التسويق لحد ما يوصل السوق، يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة في إطار الحول، خلاص هو أدى الزكاة. يلا قال هو يمكن يخزن، طيب إنت طالما خزنته وحال عليه الحول ده تحول من زروع لمال مدخر، ده بقى مال مدخر يا أخي الكريم، فإذا حال عليه الحول حتطلع الزكاة تاني. اما اذا انت قبل ما يحول عليه الحول لحقت بعته زكاتك الاولى ديك بتجزيك، واذا حال عليه الحول ثاني نصابك ما حيكون
نصاب زروع وثمار، وإنما نصابك حيكون نصاب شنو، ومقدارك حيكون مقدار عروض تجارة، مقدار مال وكده، اللي هو بيتحول لربع العشر والله أعلم. أخونا محي الدين بيسأل، قال هو خش في تمويل من البنك، وعلى أساس إنه البنك يموله بالدقيق أو السكر، واحد فيهم عكس يعني، ولما مشى للتمويل أو للاستلام ومعه المندوب اللي بيمثل الجهة الممولة، لما مشوا لقى الصنف ما في الصنف ده. طيب كان السؤال، هل المندوب ده خلاص اعتمد إنه بدل ما نحن نبيع لك دقيق بعنا لك سكر؟ قال لا، يعتمد سجلة، أي سجلة حترفع هناك مع الأوراق، أيوة حتسدد على هذا الأساس، أيوة كده ما عندك مشكلة إن شاء الله تعالى. لكن مش تمشي تقول أنا داير سكر وتتفق على 10 شوال السكر وتمشي للتاجر تقول له وديني لهم دقيق، لا، تشيل سكر ويمشي يشيله المندوب، ما تشيله أنت، وبعد ذاك تشوف لك جهة تبيعه ولا تبدله بعد ما العقد ده ينتهي إن شاء الله تعالى. طيب عندنا السؤال الأخير عشان بعد ذاك ناخذ لنا فاصل إن شاء الله. قال يعني هو في صلاة المغرب قرأ الركعة سرا، وفي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بعد ذاك انتبه، هنا في سجود سهو عند السادة المالكية، وظل أحوط إن شاء الله تعالى، وفي هذه الحالة السجود بيكون قبل السلام. إذا قرأ السر في محل الجهر يسجد قبل السلام، وإذا قرأ الجهر في محل السر عندهم يسجد بعد السلام، مع احترام الأقوال الأخرى. طيب نحن إن شاء الله تعالى نأخذ لنا فاصل ونرجع بعد ذاك بإذن الله ما بقي من الوقت إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. يا مرحبا، عليكم السلام يوسف. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل يا أخي. شيخ محمد الأمين إسماعيل. يا مرحبا، أهلا وسهلا. إن شاء الله طيب يا أخي، معك يوسف عبد الله. مرحبا والله يوسف عبد الله. الحطاب إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا بك والله، أهلا وسهلا. يا جل يا شيخ. تفضل يا يوسف، تفضل. يا شيخ بدل من الإمام. أيوة بدل من الإمام. أيوة. أيوة إذا كان حصل له. إذا كان حصل له يعني وضوء نفس. يعني كان أيوة. أنا صلاة ما تمت مثلا في الركعة الثانية راكع. أيوة. أيوة. الجواب كيف ثاني بعدين. طيب يديك العافية. أيوة. والصلاة كان أسير. أيوة. بالنسبة للإمام، الإمام العجيبي. الإمام الشنو؟ الإمام العجيبي يعني. أيوة. كيف؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ إمام أجنبي كيف يعني؟ يعني سعودي، مصري، صليبي. يعني خارج الدولة مثلا. لا، اللي بيخليه ما يجوز شنو يعني؟ اللي بيخليه ما يجوز شنو قلت لك؟ والله ما في ناس قالوا ما يجوز، يعني الأجنبي قالوا ما يجوز. لا لا لا، ما في زول قال كده، لسه بس تكون خلطت مسألة الجمعة وكده يعني. بالنسبة للجمعة؟ ولا قصدك شنو أنت؟ أنا قصدي والله كان الجمعة والله وقت ثاني. لا 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 لا، كويس يا أخي. أيوه، السؤال الثاني يا شيخ. أيوه. يعني ثاني بعض من الناس يقول لك يا والله فلان ده ظلمني، أو فلان ده ظلمه، ظلم الحسر والحسين. لا نعرف معنى الكلام ده شنو يعني. طيب يديك العافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا. مزمل عبد الله معك. معنا منو؟ مزمل عبد الله، مزمل. مزمل عبد الله، مرحبا بك. الله يجزاك خير. تفضل. اي يا شيخ، الصوت بيقطع والله. نعم، في الماء. الماء، ايوه. الماء هو الفرق بين الماء النجس والماء الطاهر. الماء الفرق بين هذا الماء الطاهر والماء النجس. السؤال الثاني اللي تحدثنا يا شيخنا عن شروط شروط الحج. والسؤال الثالث في اثناء صلاه الخطبه الجمعه، بعض الناس راح يقول لي رجعوا على ذي الشويه. بيقول شنو؟ بيقول لي رجعوا على ذي الشويه، يعني اقول له بس يا دكتور العيد، بيقول لي رجعوا يا اثناء الخطبه، هل يجوز الكلام في الخطبه؟ ايوه. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. مرحبا يا اختي. السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدي سؤالين يا شيخ محمد. السؤال الاول تفضل. ايوه. السؤال عن من هم اصحاب الايكة. ايوه. السؤال الاول. والسؤال الثاني برضه بسال من هم اصحاب الاخدود في قوله تعالى قتل اصحاب الاخدود. داري اسال عن السؤال الثاني. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا يا اختي. شكرا ايها الاخوه والاخوات. نحن ان شاء الله تعالى فيما بقي من الوقت نستعين بالله عز وجل جل جلاله في الاجابه على الاسئله. اخونا يوسف عبد الله من حطاب يسال قال اذا كان الامام يصلي بالناس وانتقض الوضوء، وضوء الامام انتقض في الصلاه، في هذه الحاله دي من الحالات اللي بيذكرها بيقولوا تبطل صلاه الامام وتصح صلاه الماموم. فهنا الاسلم والاكمل ان يخلف غيره، يخلف واحد يواصل الصلاة بدلا عنه ويتخير، يعني شوف الناس القريبين، يتخير الإنسان ممكن يستوعب الحكاية ويفهم ويمشي يتوضأ سريع، ولو قدر يحصل معهم باقي الصلاة يكون مأموم طبعا ممكن إن شاء الله تعالى. وإذا ما خلف غيره ممكن الناس يواصلوا براهم، لكن خلاف الأولى، الأولى أنه يخلف غيره. طبعا عند الحنفية أي شيء يبطل صلاة الإمام تلقائيا صلاة المأمومين بطلت، ده في مذهب أبي حنيفة. قال في ناس قالوا الإمام إذا كان أجنبي ما بالصحة الصلاة، ما في كلام زي ذا يا أخي، المسلمين ده ما كلهم واحد. لكن أنا أظن والله أعلم هو اختلطت عليه مسألة اشتراط الإقامة بالنسبة لإمام الجمعة، اشتراط الإقامة الذي اشترطه المالكية والحنفية باستثناء الإمام الحاكم، يعني يمكن قصده كده تلخبطت عليه المسألة الله أعلم، لكن غير كده في كلام زي ده. أما القول ظلم الحسن دي أقوال بتحت الشيعة والناس تناقلوها. أخونا مزمل عبد الله بيسأل بالنسبة للماء النجس، والماء النجس اللي هو وجهته نجاسة، يعني طرد عليه نجاسة بقته نجس، والماء النجس طبعا نحن ما بنستعمله في أي حاجة بنستعمله، لكن اظن هو ممكن فرق بين الطهور والطاهر، يعني شيء الطاهر في نفسه ما مطهر لغيره، وين الماء المطهر الطاهر والمطهر، ما في ماء طاهر لكن ما ممكن نتوضى به يا اخواننا، اذا في عصير ولا في ما ممكن انا اتوضى به، واسمه ماء في النهايه وهكذا، يعني اذا كان قصده كده. طيب بالنسبه لشروط الحج، شروط الحج الأساسة الإسلام طبعا كما نعلم، والبلوغ والحرية اشترطها بعضهم، والاستطاعة، والاستطاعة اللي هي الزاد والراحلة كما فسرها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وبعضهم ازداد شرط المحرم للمرأة وديل الحنفية والحنابلة رحمه الله تعالى، والمالكية والشافعية عندهم تجزي الرفقة المأمونة لكن بشرط أن تكون حجة الفريضة. الكلام أثناء الخطبة طبعا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وشدد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لدرجة أنه من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه صح فقد لغى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب الأيكة هم قوم بعث الله تعالى إليهم نبيه شعيب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، صلاة الله وسلامه على سائر النبيين والمرسلين. هل أصحاب الأيكة هم مدين أم لا؟ اختلف الفقهاء أهل التفسير في ذلك على قولين، فمنهم من قال أصحاب الأيكة غير مدين، وديل قالوا إنه شعيب عليه السلام ربنا بعثه لمدين وهو من مدين، ولما الناس مدين خلاص ربنا أهلكم بعثوا ليه أصحاب الأيكة وما كان منهم، قالوا عشان كده قالوا لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر مدين بيقول إلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن لما يتكلم عن أصحاب الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، يعني شوف قبال، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، لما نجي الكلام عن أصحاب الأيكة قال تعالى إذ قال لهم شعيب. فده جماعة كبيرة من المفسرين فرقوا بين أصحاب الأيكة ومدين. والأيكة يا إخوان هي شجرة ضخمة جدا، يعني
الشجرة الكبيرة فسموها الدوحة، وقيل الأيكة أكبر من الدوحة والله تعالى أعلم، وقالوا فعبدوها من دون الله والعياذ بالله تعالى. طيب الناس اللي قالوا مدين يا همزة هم أصحاب الأيكة عندهم أدلتهم، قالوا أولا ما ورد أصحاب الأيكة ومدين في صورة واحدة، فتارة يسميهم الله مدين وتارة يسميهم الله أصحاب الأيكة. طيب ليه لما يكون الكلام عن مدين ربنا بقول أخوهم إلى مدين أخاهم، ولما يكون عن أصحاب الأيكة ما بينسبوا لهم؟ قالوا ينسبه إلى مدين لأنه هو أصلا من مدين، ومدين هذا قالوا من ولد إبراهيم عليه السلام وسميت القبيلة باسمه والله أعلم. فلما يكون الكلام عن القبيلة الله بينسب لهم، لكن لما يكون الكلام عن شجرة عبدت من دون الله وبمثابة الوثن والصنم ربنا سبحانه وتعالى ما بينسب لهم، لكن قالوا أصحاب الأيكة هم نفسهم مدين والله أعلم. أما أصحاب الأخدود ورد ذكرهم في سورة البروج اختلفوا فيهم على أقوال كثيرة جدا، فبعضهم قال هم جماعة من اليهود طغوا وكفروا، وقالوا جماعة من أهل اليمن، وقالوا جماعة كانوا من جهة بلاد فارس، وذكروا أقوال أخرى كثيرة. وعلى كل حال العلم عند الله تعالى، الذي يظهر أنه أصحاب الأخدود هم نفسهم الورد الحديث عند مسلم والترمذي وأحمد في قصة الغلام والراهب العابد والساحر، فبعد ذاك الملك قرر أن يحرق كل الذين آمنوا بالله فحفر وخد الأخاديد. والله أعلم. في ناس قالوا أصحاب الأخدود في ملك من ملوك حمير وقع على أخته وهو سكران، ولما انتفش الخبر الناس قالوا له ما في مخرج إلا ترفض على الناس أنه أي واحد يتزوج أخته، وغايت الله تعالى أعلم، العلم عند الله تعالى. نحن يمكن وصلنا أيها الأخوة والأخوات نهاية هذه الحلقة، لكم جزيل الشكر للاختيار وللمتابعة وللمشاركة، ولكم تحايا خالصة من الفريق العامل، منتظرين منكم الدعوات الصالحة فأشركم في دعائكم إن شاء الله تعالى جديد اللقاء بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.